أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار. قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة للنبا قال إنه اتصل بخليفة حفتر الجمعة واستمرت مكالمته 10 دقائق. وأوضح سلامة أن الاتصال جرت خلاله مناقشة الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية المستجدة على الساحة الليبية. قال الصحفي في جريدة إكسبريس الفرنسية هوغ فانسون إن خبر موت حفتر إشاعة بثها نائب مصري اعتذر لاحقا عن نشر الخبر. ونقل في تغريدة له على تويتر أن أحد المصادر تواصل يوم الجمعة مع خليفة حفتر واصفا صوته بالجيد خلال المكالمة وفق قوله. وصف مسؤول الملف الأمني بمدينة درنة يحيى الأسط عمر ما ينشره الأعلام الموالي لميليشيات الكرامة عن تحشيداتها بالدعاية التي غرضها مجرد الرفع من معنوياتهم. وقال عمر في تصريح للنبا إن ميليشيات الكرامة تسعى لإقحام درنة في حرب أهلية مع جيرانها. وأضاف مسؤول الملف الأمني أن قوات مجلس شورى مجاهدي درنة على استعداد لأي هجوم تشنه ميليشيات الكرامة على المدينة. أفاد الناطق باسم حكماء سبها حسن أرجيجا بأن مدينة سبها ما زالت تعيش أوضاعا أمنية صعبة جراء الاعتداءات المسلحة من قبل من أسماهم بالجماعات الخارجة عن القانون. أرجيجا في اتصال مع نبا أن الاختراقات الأمنية أثرت سلبا على الحياة الطبيعية وأدت إلى توقف جزئيا في العملية التعليمية وتقديم الخدمات الحكومية، منوها إلى أن هناك محاولات اجتماعية ورسمية لضبط الأمن والحد من الاعتداءات. قالت منسقة الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية في ليبيا ماريا ريبوري إن انتشار المجموعات المسلحة والألغام الأرضية بليبيا يعرض النساء للنزوح والعنف. وأعربت ريبوري في تصريحات نقلتها صفحة البعثة على الفيسبوك، أعربت عن قلقها تجاه استمرار العنف والصراعات المحلية التي تكون النساء أول ضحاياها. وأضافت منسقة الشؤون الإنسانية أن البعثة تعمل على مشاركة المرأة الليبية في العمليات التشورية للتحضير للملتقى الوطني وفق تعبيرها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.